نحن نقف الآن على بعد أمتار قليلة من السفارة الروسية في إسطنبول، حيث يحتج هنا عشرات السوريين احتجاجاً على المجازر اليومية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بعد إعلان الهدنة الدولية التي دخلت يومها التاسع. يتعرض سكان الغوطة الشرقية للموت بشتى الوسائل المؤلمة بما فيها الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً، إضافة لحملات التجويع، ومؤخراً بشكل مكثف عن طريق القصف العشوائي للمدنيين. كل هذه الانتهاكات تجري تحت أعين المجتمع الدولي الذي فشل في حماية الشعب السوري. يعني ما يجري في الغوطة هو جريمة ضد الإنسانية، جريمة مكتملة الأوصاف، عملية قتل ممنهج ل 300 ألف مدني، أعزل، شيوخ، نساء، أطفال. أقل شيء ممكن نعمله لألهم نوصل صوتهم من جوا، لأنه طبعا في إعلام مضاد عم يشتغل أنه الناس اللي جوا هن إرهابيين، ما في مدنيين. لا، نحن بنحكي أنه بالغوطة في معارضة مسلحة، بس بالمقابل ما يقارب 300 ألف هن المدنيين. غوطة يا